اكمل وجه. بعدين هو ما شاء الله اللي انقبل بس نجم انقبل فالتصفيات التلوية ستين استفاد يعتبر نجم. ايه تخيلك من قبل بين الاف مولعه نزل والله. ابو فرح حبيبي عباس عن اذنكم انا ما داني طري وضعي في الربع خلني بمشي. مشكلة ولا خلني ساكت معوض يا ابو فهد الله يزينه. ما عليك يا ابو فهد ودك تكسرها صح؟ اي يلا كسر. يلا خلاص انا هذا وش داخل تلخبط تلخبط الاحزاب. لا نبي نحتاج نحتاج كسرت ما تدري يا ولد تصدق والله لا تذكرني وعد بقى انا شاد نفرق الصف رجال انا بيطلع تحزن نفرق الصف رجال بس الثاني وش كل رجال يوقف بدال ماك ما ادري انا شاد نفرق الصف رجال شاد نفرق الصف رجال ما كل رجال يوقف بداله اجرب انا من ناحي ما في شيء لا ما في شيء كنا بنجرب على راسك بس يعني لا 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 شوي شوي خلاص شوين شوين ما عليك باجي شوين باجي شوين والله اني اعتبر من اعتبر ان هذه صارت من انجازات البرنامج انه وشو انه نسولف كنا بوظائف يمكن نصد من دعوه همسك دعوه مسلم خذ الروق خذ الروق يا راسه معاد شنو شنو ودرع شنو بيصير ابكم تقلوش يا الربع عطسته حباس الله لوسي اليوم خشتني خرشه شفت عزوز يوم خشتني يوم جت طقطق علي متى نواف جت من تحت اروح وجيت خرشي انا اصيح بجنب بدر حسين اصيح بعطيه الفسمه نواف خده خده رح اعطوني خليه اعطوني خليه خلنا ناكل من الخليه يا ولد سير الجمعه مسكت افا مسكت حاتم الحين ما يضربك ورقه عنب بوي فكني منك يا احلى عقوب تزن يا نسخه 13 بس منك يقول دقيقه فكك مني لا لا ايوه الحين تتكلم تكلم فكني منك فكك مني فكك مني لا دقيقه لا لا خلاص والله واحده واحده بس واحده كبه عد فكك مني كويس بوي تعال بوي يا ذا قروش الله يقلب عباس تعبيك اه يا ودان عندنا خلصت المحاضره والله لا لا حباس الله يرزقكم وظيفه الله يرزقكم وظيفه الله يرزقكم بس مو الحين اي ما بالحين خلي بعد بنام تصير حدود اي خلوا لنا في مطبخ ولا شغله شخصيه انت ممتاز دائم حبيبي روحي مثلك يا ابو الله يطول عمرك يا حر تبني اسولف معك في وظائف عشان الله يرزقك وظيفه بعد برنامج ابو عبد الله ان شاء الله الله يكتب فيه خير خليني اخلص دراستي في مرقه كم بقى انا اشهد ان يا رجل ورق العنب حلوه شو 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 ورق العنب كيف 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 انا بخلص دراستي بعدين افكر وظيفه انت توي انا خلاص دراستي بعدين اضيفها ان شاء الله انا متخرج زي الله يجزك الوظيفه اللي تناسبك وظيفه وعلاقه كلها بيام تبي عزوز شوف حركات حركات اخوي من اخذها والله انا الدب هباس ولا انا معه شيء والله ظلمته ظلمته هو ما موجود قد حار يا لبه الجو يا يجي في الليل الايام ذي اي والله حار اول مره اشوف ورقه بحار طلع حار ليش صابين ذي لا ما صبوا والله مصابينها هذا وش سمطره سمطره ما ادري ايش اسمها ايوه تقول لي خليها حلوه تقول لي يقول انا والليله خلانا رفاقه بغاني حب وبغيته رفاقه اما عرفت البيت وبغيته وش الحمى رفاقه؟ وش الحمى رفاقه؟ وبغيته بغيته فيه لزوم يقال وده وراك
وده وراك وانت لسانك طويل طويل ورد عليك ابو فكري وقال وعليكم السلام وقال خالد الروقي انت وخدك الكبير ورد عليها محمد عيسى وقال يا حاتم يلي فكك مايل قال وخر عني يا ابو جل من قاله ذا ها من قاله ما واحد الله اسمح حاتم وقال انت تجل عشان لا ها اللي يرد علي يرد عليك اكيد محمد عيسى يغب 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 اي يمكن تستس له هذه حقت عزوز هذه حقت عيفان اللي اعطاها عزوز وشلونك لو كسرتها؟ شلونك كسرتها؟ لا لا ترى غالي ترى غالي في ذمتك ترقوا شريه ب 600 ما نرقوا شريه ب 600 عيفان هذا فسقان فلوس ايش يعصي عاد؟ ما يحط فلوسه كلها عيفان يحط فلوسه كلها في العصي في العصي؟ ما يشتري العصي انا احس انت في حال فاتح براند عطور هو بيفتح براند عصي والله بيفتح براند عصي عيفان ما غريب شبه هالعصي طش راسنا فيها وانت براندوش ابليس وش ذا الله يعطيك كلمه ليه يا دعيل ليه يا وذا الراس الله يقدر انتم والله بطلع من نسختكم مجنون انا حاتم والله مالك احسن شغله انا اضرموني ليه ما احب ضرب ما ادري كيف حار هذه وين؟ وين الراحة يا والله قهر وسهر كل يوم صدقنا صادق أول قهر أول صادق هذا يقول توجهت في تسويق عمره أنا بلا بصير مقدم صباح الخير يا عرب لو ما نعرض عليه صباح الخير يا عرب ما راح أقدم ليه؟ بس عشان يشوفونه في البث خالد نرحمه لا سوي دخولي هناك عند الرايجين سوي دخولي عند الرايجين عند الرايجين سوي دخولي ايه والله لانك تكفى ايوه تكفى صارت كل كم تكفى يا زايد يمكن ما لا تجيك تجيك ما تجي موافقه طالع ابراهيم ابراهيم ولا وظيفه ولا مركز مخرج يا سامحك تحط على زايد كل الكاميرات اليوم لا تحط على هنا تحط على زايد لا ان شاء الله بعد ما احط الغول ابراهيم ما دام طلعت باذن الله احنا 13 لا دامك طلعت انت خلاص ما عاد فيه ان شاء الله ما عاد ابراهيم باذن الله اجري بقول 12 على السجن النهائي تخيل يوم السبت اطلع ما صارت برامج واقعيه اني ابقى انت احد المراكز باذن الله اقل شخص 15 اقل 15 احنا لا احنا ما عاد بقى الا ابو فكري يدخل معنا مسابق خلاص والله ابو فكري يود ما عاد بقى احد وين المنطقة؟ حلو يعني الحين الربع يدعموني ايه خلاص وجههم لك كلهم اطلع برا ادعم كلهم والله بيشو كلهم معك الحين صبيان التغالب كلهم معك باذن الله اب 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 قبل ساس صبيان التغالب كلهم يقوم معي نو مشتتينهم سو كذا هذا لا ولا من زمان ايش تبي انت تحدي؟ انت تحدى واحد ينافسني على نجم الجمهور انا تعال انزل لي هناك انزل قست الحين زايد معه انزل قست انزل لي هناك زايد مع نواف نواف صح؟ خلاص مع نواف الحين خلاص مثل بيشه اي مثل بيشه ومن نفس المصنع ما يبيه واحد اثنين خذ نجم الجمهور وخذ بعد المركز الاول بس عطى زايد اجمل مدينه نافس نواف ها؟ مدينه نافس نواف لا اجمل اهداء تسوي جيبوا دمية حطي راسك خلاص خله هو ياخذ المركز الاول انت اجمل اهداء تسوي رجع المركز 90 انا بس بدري يطلعين عادي يطلعين يمديك رجع شلون ما حضرت ها؟ ما حضرت يمديك والله اسوي وكاله دام طلع حط وكاله يمديك والله الربع كلهم مشتتين دام طلعت استانس الحين قوم شوي انا حزين لا شوف ايش تبي نواف خلاص هو بيطلع مندي نفس عمراكز انت نفس عمراك سوال هالجو زايد مبيه ينافس على نجم الجمهور هو طالع عاد اي والله بس مين يستلم الجائزه؟ يستلم الجائزه محمد غضيان يجي يستلم محمد غضيان عندك صح محمد غضيان والله انه يبديك انا بستلم زايد في دي ولد اي تنافس نجم الجمهور تدري نواف شنو ايش يبي؟ اهم شيء نواف ونواف يشيلها انا بستلمها استلم عنك خلاص استلم انا اوكل الوكاله نواف لا كل منه استلم الجمهور وقفوا المزايد انتهى الكلام الدرع توديه البيت انا وايت الوقت وايت الوقت والله النجم ريال عندي يود الحين الظاهر كلنا واتساب والله يا محمد تبي الصدق اوه الحين تطلع انت تبغى ثلاثه بس اكو مشوارك ثلاثه انا شاف ضمنهم طيب ليه بطلعت بكره بعد الاوتسايد اول ايش يقول؟ ما اقدر اول ايش يقول؟
اول اقول اللهم لك انا حاولت اني بكره اكون مشوارك ثلاثه بس ترى اني حاولت قلت حتى اني لا لا نواف قال صدق يا رجال فك اجرتك نواف جاء شفت جالسين في الهنجر اولا جاهم 500 نقطه كل واحد اربعه بس في ذمتي الله يعزني فداك انا يا محمد اول شيء والله بكره اكون مشوارك ثلاثه انا هو بكره طيب بكره خلاص بعرفين نواف منصور خالد الراقي صدرك يلا بقى كلنا حاتم يطلع مع مرج يطلع مع مرج انا ايش قلت اللهم لك الحمد اول انا ما رجعت المره اقول لو دخلتوا ترى الهباس كله هنا انت بتشيل نقاطي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وانا عقبك بعد انا ذا الاسبوع يمكن تبان الافلام انا بشيل نقاطي واجيب الترات كلها يرجع شاد الحيلي شاد الحيلي وقوم عندي مرق يصحى مع المطبخ عنده مطبخ ولا ما عنده صاحي يا محمد بالنسبه للموضوع موضوع يا محمد انا اول شيء مبسوط انك يعني كملت السخ خلاص انا قايل لهم 90 قال خلاص 90 90 والله جايب نواف جايب مشروبات ايه شفت المغراق هو بالنسبه لثاني محمد والله حط قرطيسي عندك كلنا والله بنعرف كذا والله انا خلاص يا ولد تشاركني خلاص ماشي ماني مشتاق لك وروح انقلع خلاص استهبل انت ولد دقيقه تبي باصات شيء في خاطرك تصميم ما جاء تكفى والله سبعه بنسوي لك والله زبط وضعك انا بفرع الكاميرات اليوم يطلع العقب وفجر معناك يزهر البث كله عليك انت لا تودعوني يا عيال اصبر يمكن ما اروح يمكن اقعد معكم واخذ عليكم يمكن مقلب يمكن يصير شعورك مقلب مقلب والله يسوي فيك دقيقه ما طرالي اصبر ترى ما سويت مقلب يوم دخلت البرنامج والله لا بتحك لا بس يا اخي ما موضوع ذاك صار يعني اعرف عنه من قبل انا خابر من قبل اعرف عنه من قبل ف هو يمشي لونه مقلب ها ورح احلف رصدك احلف سكت احلف رصدك لا ما هي بحالف ما هي بحالف والله ما هي بحالف خلها بعدين لا مو صدق ما ادري ممكن توقع هو صدق ولا توقع وجه المخمل حاتم يعرفني زين توقع لا يا رجال صادق سوي فيها الحين قال يوم قلنا نفتح موضوع يسوي نفسه بس لا لا احنا واثقين في الله وثم فيك واثقين فيك المهم ما كمل يرحم والديك تك مهم يوم جي بقى بس اسجل اسمي انه نواف منصور جلسه ارجع لموضوعي عشان توظف بكره لا والله صح يفكر في المقلب ادعو يا المشاهدين ادعوا لي انا والعاطلين كلنا يا رجال انا خالد يمكن فكر بالسالفه بعد امس عاطل قصه مدري زايد قصة زايد توفيقك بعد الله احس انه وحده كذا ام التابع قالت ايه الله يوفقك زايد الله بس اذا ما اذا يطلع المقلب بدعون علي الله يخليك الله يرزقك اذا يطلع المقلب بدعون علي يا عيال ان شاء الله الله يوفقك حتى تم توظف لين تموت بس بكره تاخذ قرض ولا تسلف ردعت لزايد امس ادعي لي تاخذ قرض ردعت لزايد امس ادعي لي يا رب ادعي لي انا بعتك ايه الاسبوع الجاي كله سوالف عن مضايف اليوم الموضوع نقدر نتكلم عن بس جاي سلبيه بركه اللهم وظف كل عاطل اللهم امين كل عاطل اللهم ارزقنا الوظيفه اللهم امين اللهم ارزقنا الوظيفه ونطلع من البرنامج سلامتنا انا نواف منصور خالد الروقي عاطل حاتم الحربي امين ونواف الاكلبي الجميع والجميع وانا بعد يمكن ما قلب يمكن ما قلب زايد من ناحيه يا الله يا ربي طيب ليه يطلع المقلب شو تسوي اشترك وتسطر يا رجال بس شفت هذه هاي براسك بس ذي بس ما اتوقع انا من ياسين مطلع اي بس والله هذا الكبس اللي يتعلق عليه من فوق يشنقل نحطه بدال ذبيحه بدال الرجالات القذر نقطعك ونحطك بدال ذبيحه لا خلنا نتعشى بعدين بعلمكم حطيتي اهم شيء لا تعشى بعلمكم بالعلم الصحي هذا صحيح ترقبوا يا العالم خلنا نشوف العلم الصحي حق ساحه شطك طالع منه ادري انا الحين قول قربات الدعم معك تبي قربات الدعم معك ولد لا خلوها قربات الدعم ما يبقى ولد عشان المغرفه قضيان بيجي تعشى معنا الحين خلاص عندي فكره ودخل محمد قضيان بدالك بدي صح يكفر والله 9 ايام والله روح محمد عيسى والله لا يدخل محمد قضيان والله انها فكره يا محمد زاحف رجل زايد والله الزاحف والله انها فكره هذا رجال عاطل دقيقه انت قلت الحين خليه يجي يسترزق وظيفه عيال يقول زايد زاحف كيف زاحف؟ اشرح لي كلمه زاحف يعني خالع لا راح انذيها انت دائما من ورا الترينات يعني راح انذيها زاحف يعني يزحف يعني حيوان مزواح لا انا هذا قصدي هو دائما من ورا الترينات انت مزاح فيك انت تقصد حيات انت اكبر زاحف احنا زاحف لا ما يقول زاحف هو من الزواحف يقول زيحف محمد حياتك اكبر زاحف في الحياه
زاحف زاحف يعني منتهي. يا ابوي هذا الدبل قطبي وين زاحف؟ عيال العشاء زهلوا عندي. رجال العشاء بيخلص خلاص. العشاء اللي كل سواه ما في احد، حد خذ رقم سواه. انا اللي مسويه والله. ترى لذاتي يعني. كلها لذاتي حاضر. ثوم بس. بس ثوم. وحركته بالقد عشان بس حدك. ثلاثة شهور كنا فيها. فيها. يجي نسختنا مرت بعواقب اعوذ بالله من شطرجي. اما. والله ان من حسن حظكم اني انا معكم والله العظيم لا 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 أسر أسر. لا والله نبي راحتك ما نبي ترتاح بعد تاكد الله يطول بعمرك يا محمد طيب طيب حتى انا مستانس مستانس بوشو وجودي الله يطول بعماركم انا مستانس متعرف في كوره ابشر بواحده في شقره وفي الدوات يا ريت ان بغيتوها في حلو ترحى صح علي حلو ترحى صح حلو ترحى وش يعني حل 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 السؤال اي والله اني اعرف هاري جاثري اثري اعرف هاري كتاب شروبي شقره والدوابي في حل وترحى ما لها شغل في الجمله الا والله لها شغل حلو والترحال بس حل وترحى حل يعني محلي وترحال في اللي تبونه يا سل جرح معي ابو مناحي حطيت البصمه حط لا ها والله حطيت واحده هناك بس بس مضبوط ثلاثة شهور كنا خالد الراقي تعال ابو مناحي هذه بصمتك صح؟ تعال خالد الراقي تعال شو بقولكم انا عرفت بصمتي انا عرفت بصمتي خالد الراقي له 3000 ريال لا الا 3000 ريال خلاص خلاص تفيدني 3000 ريال ابو مناحي ترى جهه يجيبك شد ابو مناحي انت هنا اي ها؟ اي واحدة ايوه حقت الكبيرة اي بس ترى التمدد ده يجيبك شد مو بزين محمد عيسى يقول قناة ابوك تدخلت بي على كيفك تعال ابو عيسى برنامج وكذا آلية قال سر سرمها سرمها روح يقول احنا الحين ما وافقنا عليك تطلع تبي تدخل واحد ارحب وناقي رجال ضامن انه بيدخل دخل ابداع قرارات من الجيب ها ايش لا خبر زين هذا خبر زين خبر زين ضعيف ما احنا لا والله ما خلا منك يا ابو ناقي زين لكن اللي في مصايله بيزعلني حاجه الوحده من الشغموم اللي بتولى اي والله ابشر بي خلاص الله يعينكم على ماك الله يعينكم على ماك والله يا البلا شاورما كنج الله يعيننا على ماك ولا شاورما كنج ماني مالي عينك انا عفان سويد لا عز الله ما انت مالي عيني ما فيها الا الماء وانت انت يا حتى القهوه خالد هو جاك انا قلت الحين ما بسوي شيء تراني سبيت عمري بسوي ما طيب ردت فعل هو يقول نوف الاكل انت تدري العفان سب نفسه عشانك سب نفسه نفسك يقول عيني ما فيها الا الماء وانت تتكلم علي ايش فيك؟ وانا كلكم طابخ لك ذبيحه الله يسامحك واخر شيء تقول لي ما في الله يسامحك الله يسامحك صابنا خلاص وصلت المرحله ذي حتى الكلمه الطيبه الكلمه مني طيبه ابتسم لا تبتسم لا تبتسم تمام شوف الناس فرق اترك عشان بسوي ترى طالبك عشان يا ابو سوي عشان عشان خاطرك هذا لا ترى احب امزح معك والله يا اخي الدنيا عجيبه شوف الناس فرق بس عجيبه الدنيا قد الميت يتكلم أما لو بيوم قالوا كل غايب يا أخي رغم زينة بشر جاني قبول في وظيفة قفت بها الأيام وطالبنا حسين إن شاء الله يعطيني شوي خلنا نعطي رجال العلم أنتوا اسكتوا اسكتوا أخذ الكاميرات اليوم لي ترى يمكن أطلع اليوم هات تصميم كل أهلي حنا حزينين طالبنا أبو صالح إن شاء الله نعطينا طالبتنا إني أطلع من البرنامج أروح أتدبر أمور وظيفتي دخولي في الوظيفة يوم السبت بإذن الله السبت جاء مع إبراهيم واحد منكم طالع أنا داخل وظيفة إي والله لا إن شاء الله إبراهيم إيه ما تشوفه دقيقة إن شاء الله إبراهيم يلغونه طلع واحد خلاص كفوا الباقي إحنا الحين منا في خروجك منا وظهورك أنا أموري واجد تعلمنا إحنا وياك أنا رحت محمد عيسى قلت واحد أدخل محمد غير المكان قال قناة أبوك هي يلا مع الباب دخل اوه والله خرب كان احنا الحين ما وافقنا عليك عشان تطلع تجيب واحد وتحط لك ضامن انت كنت ضامنك في تطلع
كسبت القضية؟ كسبت القضية. والله اني كسبت. من اللي كسب انت ولا هو؟ انا كسبت. هو كان يبغى نجم الجمهور قلت خلاص روح نجم الجمهور. كيف ريان؟ عرفت اصلا اقول لا لا تقول 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 والله اني عرفت ايش قضية يعني جمهورك وجمهوره اتحد عليك معك يعني ما قلنا ثنائي اصلا يو تشوف معي انا كسبت القضيه في قضيه بيني وبينه بيني وبينه اللي هي من ضمن الحركه هذه هو ما يسوي انا اي سويت انت قبل شوي شوف قال لا تسوي قلت لا لا انا لحالي بس ترى كنت اطلع ابراهيم يا ريال هذه ريال كنت اطلع ابراهيم هذه عن نجم الجمهور وعن فارس النسخه وعن يا شيخ رايت الوقت عن رايت الوقت بس اكثر شيء بتعسف جلسه الصباحيه ذي احقق معكم فيها ما بفقدها شر والله بالعلوم بس خذ معك جوال وكشاف بيسرد لك العلوم ايه لا بعدين الرجال اللي بيعرف العلوم من الفارس تقول علي على طول او ما تطلع الله يوفقك توفيق الطيب يا رب وجهور انا اقول خل لا تطلبوا في تمديد النسخه خلاها 90 يوم عشان نخلص الدعوات 90 يوم اليوم الحفل كان كان يوم الحفل ما هو مركز وراح وظيفتي ثنتي يا كبر شرهتك هو ما كبارها ليه ما اخذ المركز اليوم يوم خليه يخرف على كيفه خله يا رجال تقول اليوم يوم خليه يخرف على كيفه الله بياخذ مركز ابو محمد لا طلعت تمدحون كل يوم حطوا لي فقره اسمها فقره زايد ما ادري زايد شفت تدري متى بتمدح؟ لا جاء وقت العشاء وهبت الريح والقهوه عبد الله بيساعدكم والله والله اللي زايد موجود اطلع عصام يا اخوي حاب هذه يا رب بعدين انت يا اخوي ما طلعت الا على اخر البرنامج والله العظيم حاسب 90 يوم يا اخوي نص لو طلعت نص البرنامج مديل يلقى لي ثاني ادش الثنائيه انت بلشت بي الحين احنا ثنائيه ماشيين بنا اصلا ريال القديم روح ارجع للقديم الطيور طارت برزاقها خلاص إذا الحين كل يوم جمهور الحالة كلر يبي شو ضحكك يا أخي أنا وريان ودخل ضد الثنائيات أنا وريان ومدري إيش في ناس ثنائية حطوا ثنائية غصب حتى سامي حسام ضدها بس أنت كان كلنت مع سامي حسام قال قوة الضاربة كانت دخل لا أعطاها اسم حلو قول لي مو عشان الاسم إيه عشان الاسم بس اللي حكم الاسم تقام تقام اطلق احجاجك يا ابو حميد اجو شوي اجو اجو تقهوى تقهوى والله انا قاعد ارمها ها هذا انا قاعد اتقهوى طيب شاهي صب شاهي يا رجال انا ما استانس انا ارتاح لما اشوفك بس لقيت لي واحد ثاني يا زايد امحق سالفه عم يكون ثم هنا يا جماعه اللي يلا ابراهيم الجاي ان شاء الله ان شاء الله تودع تخيل يا اطلع ابراهيم ولد الرجال داخل الدوره وانت طالع منه اشهد انها مصيبه هب 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 ابوي لو حسيت عيشة والله والله لو تقبسها رعب يا رجيل في ذمتك قبست مشخص بعد مشخص محمد عيسى لا لبس لك غتره ولا ايش ما ضلع في الموضوع خلاص زايد امس دخل يا ما اقول لك طلع ببدلته قلت وجهه اصفر قال محمد عيسى لابس غتره في مصيبه يا حليله محمد عيسى خارج تسمعوا يرتبوا لك الختام الرجال كل يوم قبل الناس يا لبى قلبك يا ابو سويد قلبك يا ابو سويد وانا اقول لبى قلبك بعد هو لبى قلبكم جميع الله يسعدك ليش احس خلاص خلاص وش خلاص من زين من تجلى من ريان ليه تجلى ما ادري انا فزت بالقضيه انا فرحان انت ما شو القضيه اتكلم عن شخصيه ليه خلاص بديت تظهر شخصيتك هذه شخصيتي من يوم مظهري هذا لكن خلاص لا لكن في ناس من عمياء والله 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 عمياء إيه؟ اسمعني والله انا مظهرها من زمان بس في ناس من عمياء في ناس متخلفه ما شافوها الا تو ما شافوها الا تو صراحه إيه؟ وانت من متى تبون تشوفونها ها من متى لكن الشخصيه شرايك يا الربع اقول لكم بعد تخيل الصراحه انا الحين قاعد اتخيل يوم من شخصيه ريان تو اخر الايام لان انت اتذكر الناس رمات على بعض تشوف شخصيات بعض فانت من تعلم على اخر الايام شوف شخصيه ابو سويد اتذكر اول ايام تصير مخفه كذا ابو سويد تذكرت حاجه شخصيه ريان ما وضحت لها في اخر البرنامج اثرنا وجه زايد يجتمعون ها يجتمعون فيه؟ اي وش بيطلع مدري ايش والله روعت انا اشهد ان هذا اللي قال ابشر لك بولد بس انه مات احو
ابى اعرضك بحاجه يا سلطان السمي. انت تعرضني، انا قلت موضوع عشان انت تعرضني. انت تقول انا ريان. كنت بقوله سالفتي انتحرت. انت بدات تظهر شخصيتي. لا بدات تظهر شخصيه ريان في الاول والاخير. يعني انا تخيلت انت يا فهد الروقي انت لكن تدري البلا وش يا ابو فرح من يوم العرس. في ناس ما حبت الشخصيه الاصليه. ليش يزعلون من الاصليه؟ كيف انا حبيتها والله يزعلون لانك اصلي. لانك اصلي تحب الاصلي. لكن في ناس تزعل واجد لاظهرت لهم الشخصيه الحقيقيه. هل يزعل طق راسه في الجدار؟ يا طق راسه يا شيخي. لا ما طق راسه في الجدار ووقف فوق هنا وحذف عمره. بس سؤال، صدقون من زمان انا الحين اسبوعين ما عاد رقى احد فوق الا انا البارح حباس حاتم ونواف. ليه تقتل متعة؟ ها؟ اي لاني صعب. خش تقتل متعة كذا مزاج. شو يقول لي اسبوعين ما عاد وش؟ يقول ما عاد احد رقى فوق. ليه تقتل متعة؟ والله يا عثمان بن سويد لا اخليك تمشي مع زايد، زايد ينزلك مستشفى ويكمل على الرياض. ها انا ما شفت انت تهدد. ها تهدد العلوم. انا هددت من المحبه. لا ادعي هذا عيفا مزح يا ابن ابو. لا لا ما يهدد. والله بالملح لا املح يا قليل الملح. خلاص انا معك سيد. لا تهددني لا تهددني. لا بست بست. لا تهددني. لا ريال وين دخل؟ بعد العشاء بعد العشاء. بست اقبست يا جبان بعد العشاء. لا ارش الثلج عليه. اقبست بعد العشاء. بعد العشاء طعمه يا ابو محمد عيسى. عفوا يا رجال محمد عيسى بس جات رجال تعال بيجي ما عاد خلاص عاد ابو اقبست. عز الله ما فينا خير لين ترجع مني. تعال جيتك جيت لك بطل يدك. والله انها هديه. وفرها وفرها في جيبك. والله انك تستاهلها. والله لك هديه حتى انت. ها سلم 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 شوف فرقع عطايا الريجي. خشوف قول يا عيال خشوف عطايا خشوف عطيتك خشوف. ها خشوف لا عطيتك ريا لا تبدل العطايا لا تبدل العطايا. عطيتك عود نزرك تستاهل عليها تستاهل عليها. اوف والله ايش تدري وش اللي وش اللي الثقه خربت الشيء ذا. احرق حليلهم الله واضح انه فخم. والله العظيم انه فخم. لبى والله يا اخي انت اي شيء يجي منك فخم. لبى عينك. بس الان ترى العلاقات بيني وبينك مزعزعه. افا عليك. دايم العلاقات بين الاقوياء دايم مزعزعه. نعم. ما والبقاء للاقوى يا ابو سويد. نعم. ان شاء الله يوم السبت تسوي نسوي فيك كذا اصلا. يوم السبت تطلع كذا ان شاء الله. قلت له بعد المغرب. بعد المغرب. سجدنك العصر حرجته بحط في يدك لينكس انا في يدي كسرته لو انت مدري كيف يجي انا اعطيك كيس شو قاعد يعطيه ويجي التاس احد اعطيته كذا احد اعطيته كذا خلاص هو يعطيك اول احلام انا خلاص خذ معك كابوس كوابيس لا فداك انت خذ معك عدول وعدي اللي في خلاص تحد في خلاص ولو انها سويا فيني كان رد رد القرده كنت بقول كل حته اللي قدر مقدر ارحب لحيت العود وقدر لحيت يا ثقلها ارحب قالها في محاوره لا قالها في يا عمودها قلطه واحد على طول عمرك خروف هو كانت عشان يا فارس الله يرحم والديك ارحب جتني وعينت عندي الشحم قال كل حته تقدر مقدرها مقدر حته سكت الله يطول عمرك يرحم والديك شو تقول بقوم قوم من من جاكم اليوم والله القرقه طلع والله سلم الحين اسالهم بالحين اللي قال يمكن القرقه ما عندها ضيوف مع هلا صرنا ضيوف يا رجال في سالفه منتشره بعلمكم بس بدايتها وشوف تعرفون عطونا شخصيات حقتها شخصية الرجال اللي قال كل لحية تقدر مقدارها مقدار لحية الشحم مقدار لحيتك الرجال اللي قال اطلع على رجال كل لحية وقدرها إيمان ايه هذه المنة السالفة الشهيرة ذي والله انا سمعت انها بين ايش اسمه من؟ حياتي بن شايق وش اسمه من؟ اخوي راعي ل الطائف شو اسمه؟ ابن حميد لا يا رجال مو بعد شعار ها وانت قلت لنا سالفه كل واحد اقول من هو؟ ايه يقول سم شعار من هو؟ اسم من؟ محاوره من؟ اما سلطان ولا فلاح ولا شفت انت جبت لك واحد هو يقول ابن شايق يقول ابن شايق قال هذا بن شعتيبي اقول هذا بن شعتيبي وانا اقول شعتيبي وانا اقول شعتيبي وانا اقول سلطان الهاجري اختر رجال نزل رقم اليوم شكل لا شعتيبي انا اذكرها لابن شايق انا سمعتنا على القرقح لا لا شعتيبي انا اقول انه شعتيبي يلا شعر صادق عاد ما ندري خل صادق اسمي صادق وايش قلت انا؟ كلها اقصص طرفها الثاني عتيبي نعم طرفها الثاني عتيبي يعني كلنا صح والله العفن عاد يقول
لا ما ادري يعني يمكن خالد يقول عفان ما قالها صحيح عفان والله كبدك انت الحين قاعد انت اعطيتنا ثلاث اجابات انت يا انك تناقض نفسك يا انك مريض نفسي يا انك او انك طقت علينا واحد شايق سبت عليه ومعها عتيبي فلاح القرقاح طيب من هو شال عتيبي يا يعني اللي يقولها عفان اي صح والله كبدك صح هذه من ثقتك فيني نعم استانف ثقه شوي وانت كفو وحصان الله يطول ما تقول الا الطيب ولا تذكر الا الطيب شكرا شاعر عالمي وشاعر لك الشرف يوم تمدحني شرف في موقع التواصل عندك مدحة العفان اللي مدحش يقول مدحة لا والله لا والله الشاعر العفان وكذا لا والله مغرجر وجميله لانك جاي من الكويت جاي من الكويت وضيف وتستاهل احنا نعمل باللي احنا تربينا عليه ان نمدح ضيوفنا طيب شكرا هذا هذا من حسن خلقك العفو العفو الحمد لله يو ده جاسم احس حقنا راكز يو كم عين فيكم هو جاسم حقين المراكز يا عاد والله ما تدري كل مره واحد هنا يا حبيبي إيه خالد شوف مكتوب من بياخذ قبل نجي هنا وقبل ننولد احنا ما ندري يمكن الجسد تطلع خاله الوفاض نعم انا صرحت اول اليوم يا خالد يا صاحبي قلت انا ما هرجت ولا شيء ابعد استجن انت انت وانا خالد يحقك ما يحق الله يا رجيل كل شيء وارد في 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 هذه النسخه وفي المراكز بشكل عام أوب أوب ترتيب آخر إذا لا سمح الله مثلا أنا وعفان ما أخذنا مراكز ترتيب آخر تبغوني أقول لكم وش ترتيب آخر نواف منصور واحد كيف واحد إيه لو ما أخذ تكفي إيه اثنين خالد الروقي ثلاثة هباس ثلاثة هباس بيننا بيننا إيه هذا الترتيب الآخر بعد من الاحتياط ذا بعد الأساسي 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 الأول والثاني سلطان عفان عفان سلطان واذا ما ابغى هذا المنطق يقول اذا ما ابغى قال خالد الثالث اختر لك اي واحد حط عطه سلطان الله يطول عمرك مركزي في الصف الاول سلطان باحتياط اسمع انا باحتياط يا سلطان اسمي هذا توقع لا ولا توقع لا لا توقع تبي العلم الاول بيني وبين عفان هذه هذا الاول لا علم الاول يا يكسبه عفان ولا تبغاني احلف ان انا الاول الان اتحداك احلف ان انا اتحداك شجاع انت كفرت علي كفاره انا كفرت علي ما احتاج انا والله ادفع والله ادفع كفاره شوف قلت شوف والله لا ادفع تكذب والله شوف انا غير هرمي من الحشم رجيل قبست مالك شغل والله والله يجيك كره شيء يبغى ضيفنا والله ما اقوله ما اقول لا 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 ما اقدر لا لا عقب ما قام حمد بن راشد شايف المستقبل ايش يا ولد يا ولد لا لا خلاص بس 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 بطل انا اقول له والله بطل انت بالمركز الاول ولد ولد والله كفرت عليهم خلاص لا لا شيء بيزعلكم لا شيء بيزعلكم ولد والله انك غالي من قبل الغاليه ومن دوت الغاليه شيء بيزعلك والله ما يصير ايش تبي الاول اذل اذل ما بذل زعل يا سلطان جاك ذاك وراء عفان عفان لو انهم هو منافس كان مالك في الاول نصيب لا انت ولا غيرك لكن انا متنازله العفان والله انا متنازل وانا لي الشرف ان قام مثلك تنازل بالمركز انت الحين انت الحين شك محارب على وحداني شارب على وحداني شك منك شك منك شك منك صوت عفان والله منك صوت على وجهي الناس حكموا خلاص تكفى والله العفان راح يرجع يرجع يقول لا اله الا الله شيء بكدر بكدر ترى عفان درى بنيتي أنا كنت ناوي فارس النسخة نجم الجمهور عرفت ورايت الوقف لا راي لا رايت الوقف كل المواقف نجم الجمهور ورايت فارس النسخة لكن هو علمته على محمد العمي قال طالبك طلبه اعتقه نجم الجمهور لله ابن ابوه اذرك اذرك ولد 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 عندكم شيء في نجم الجمهور لا عندكم شيء لا تقول لا تقول لا تقول هي بطلبات هي بطلبات والله انا مو سعيد اليوم على جاب الخبر هي بطلبات هي بطلبات قلت بيدي طالبك طلب هي بطلبات انا عارف على خاطر هي بطلبات اسمع 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 عشان ترجع لي اسمع ايش قلت والله شوف هو قال نجم الجمهور انا طالبك انت تقوم لوجه الله فيه رفيق جنة ينافس فيه وكفو قلت له كان عاد بالناس قلت خلاص اذكرها كذا شوف شوف كذا اسمع 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 قاعد تترقح انت ولد عمك من اسمع اسمع انا اقول احنا عارفين عشانك
عافين عنكم طيب عن اللي معك. طيب صل خبر صل صل على العفو يشمل الجميع. صل صل على مثل ما عفيتكم على المركز. ها فارس بيض الله يقول بيض الله انت بس صل على النساء. اول شيء بيض الله وجهه وسويد انا طلبته والحنا في حاجاتها واللي في راسك انت وسويد مرحبا بكم نجم الجمهور واللي في روس اللي في راسك روس الرياجيل تقدمون الكلام والله كفو مرحبا بكم تعالوا هنا وفي كل من تعالوا هنا كفو ثم ها كفو صلت على النبي كفو بنادي كفو تقول الطول يا رجل اعلمكم بعلم اعلمكم بعلم الرجال ذا يقول انا كنت ابي فارس النسخه والجمهور حولني الى نجم الجمهور هو شافني موجود انا وشاف انا اقول وشاف محمد مناحي تعود على الرجال ذا تعود على نجم الجمهور فهمت ايه. هو بلسانه يقول الجمهور اجبرني الجمهور ما اجبره درم ما في قال خلني ربنا ياخذ مركز هنا فانا قلت له ويا عفان والله وبيت بناه الله وانت تدري وانا ادري فلا توصلها للحمل حاضر لا 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 صلت على النبي بس هذا توصلها انا برد عليه ابي حليل خقابسه ابو ابو نادي انا برد عليه احتاج اللحم والله يضيق عليك والله ايه والله بيت بنها الله يضيق عليك ستيج سكريبت والله العظيم اني اتحداك عين خير عين خير عين خير لا تحذف الكلام على الجمهور انت محمد بن مناحي كان في محمد بن عبد الله الجمهور كلام يا رجل كلام احنا ما نطلب عفو من احد احنا اللي نعفو ما نطلب عفو من احد احنا اللي نعفو راسك شيء خلاص لا 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 رجال يهرج الرجال راسكم شيء مرحبا ومسهلا انجينا رجال اقبل علينا وراح انجينا رجال اقبل محمد محمد الجمهور يا عباد احنا في فارس يا عباد ما نروح تعال يا عباد يا عباد تعالوا شوف طيب سل على النبي سل على النبي سل على النبي انا في البدايه كان بيني وبينك كلام ولمني خليت لكم قلت لكم فارس النسخه عادي اما نجم الجمهور انا قلت لك انا واحد من المراكز ما اخذه ما اخذه كنت ادري زين ولا لا اما هالحين لا توصلون للحم الحار وش بتسوي لا توصلون للحم الحار عشان جيت في البدايه قلت نجم الجمهور على ما يشهد سلطان ذا الحين عفو انا ما اطلب عفو من احد انا اللي عفو انا ما اطلب عفو من احد زين ولا لا صل على النبي صل على النبي اما الحين اما الحين تقول زين توصلون للحم الحار ثم تجي معركتي انا اعبر معركه البسوس صد معركه السكربت انا البسوس ما ادري من يشبها البسوس شبتها عجوز ولا ندري لا 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 انتم 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 ايه مالك مالك اقول لك مالك الا خصم ينافسك ايه تعال وشف هذا شف دام احنا مجنبينكم وتجي انت تحذف الكلام تحملوا قول لي اما لا تقول احنا اللي نعفو احنا عفينا نجم الجمهور ما حط طلب منكم انه تعفون عنه نجم هم اللي عافين احنا اللي عافين كرما منا فاش تعرضون الريزي اسمعني ابو اقول لك شغله كلمتين اقولها واحتميها ان فزت في نجم الجمهور اقول لك كذا مدين الحال ان جيت فرس في النسخه لك الثاني والاول بارك لي في اللي خذيته كلام ما ضحك صح ولا لا قهرني يا رجل ايش فيك قهرتني اخو جوز عادل لا يا خير ما عليك اسمع اسمع اما التصفيق والمباركه هذه كل بونا اي حق نشك والرجال اللي ما هو با... ها اقول انا عود من جز حزمه زين زين هذا كله من بعد اضحك عليك انا بس تدري شلون صلي على النبي بقى خمس ايام وست ايام الوعد الجمعة الجاية انا عشان الرابع كبست هي خلاص انت يا ابو ناقص صلي على النبي خلاص. ما يقول احنا احنا نسمي ما نقول من اليوم ما نقول انطرنا الليلة هذيك احنا نسمي من الان صلي على النبي يا ولد انا اذكر ضربها مش مو بلحها يا ولد ابوي يسلم عليك الله يسلمك يا عيال